9 ماي 2018. قمة جبل سيدي مسيد اللي هي 785 متر. هذا هو المنظر اللي نقدروا نشوفوه منا. حي بكيرة، وهذه اللي هنا حي لابيسين، كما نسميه لابيسين الغابة، ولا حي سيدي مسيد بعد. تقدروا منا تشوفوا المسبح شوية يبان، المسبح القديم وجديد. كورنيش، هذه هي لاكورنيش اللي تدي لافيل، تدخل المدينة. المونيمون ها مقابلنا، وعندك كل المدينة على الصخر العتيق، هاكم تشوفوا فيها، ويبان القرمود، يبان هذا. يبان شوية لو بون جيون، تبان يعني كل المدينة. فوالا، هذا من أعالي جبل سيدي مسيد. نعاودو نفكرو، 785 متر ارتفاع. دونك اوني سوغ لو سومي دو مون سيدي مسيد، التيتود 785 متر. Et de là, on peut voir la ville de Constantine, la vieille ville, le monument aux morts, les bassins de Sidi Msid plus bas, la corniche. Ouada, c'est ce qu'on appelle le deuxième monument, c'est Notre-Dame de la Paix. Voilà. Constantine, ma ville, page sur Facebook.